نبي طبيبة مختصة في طب التجميل. إذا كنت تحبوا تسألونا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380. دكتورة مرحبا بك بحضنا في إيفام. ميرسي بور لانفيتاسيون عجل. صباح الخير الناس الكل. عايش انا ياسر اللي باش نكون معكم اليوم نحكيو في سوجي يهم النساء. اي بيسكو يل انتريس بريسك بلوس كو 90% من النساء. اي اللي هو لا سيلوليت. لا سيلوليت نسميوها زيدا بور لي غريسو نسميوها بو دورانج. نجمو نقولوا عليها روتونسيون دو. كلها مسميات دور حول الاستيتيك دو لاسبي كوتاني كيفاش يظهر لنا في الساقين في الكرش في الافخاذ في ليونش وزيدا حتى في اليدين. دونك شنو هي لا سيلوليت؟ اي بما نحبوا يعرفوا شنو هي هذه اللي قاعد يطلع لي تو شنو اول حاجه نقولوها اللي لا سيلوليت هي حاجه طبيعيه. معناها ساسا يفو بيان لو دير. معناها الكل مراه مهما كان عمرها ومهما كان وزنها نجم تعمل لا سيلوليت. Le nom scientifique, c'est la lipodystrophie, la hydrolipodystrophie. C'est une variation physiologique de la répartition de la graisse qui est augmentée dans l'hypoderme. L'hypoderme, c'est la couche profonde de la peau. Donc, l'aspect est spontanément visible, elle a juste, on pince la peau, on trouve l'aspect, la fameuse peau d'orange. تتحصرها بينا تشوفها اللي فما تعرجات فما هكا ماهيش ليس. معناها لو كوماند في السيلوليت اللي لابو ال بير اون الاستيسيتي معناها لاسبي ليس نتاعها. اللي باش نقولوه زيدا اللي الرجال ينجموا يعملوا سيلوليت مي كيما شفنا نساء سي دون لي 90% الرجال سي تري بو. معناها تري بو فون دو لا سيلوليت ما تفوتش 2% اي سي سورتو او نيفو دو فونتر وين فما لو ستوكاج معناها دو غرا. معناها الرجال ما تعملش زيدا برشا علاش معناها سي اون بارتيكولاريتي دو ليستولوجي دو تيسي اديبو معناها سو كوتاني اللي هو اللي تحت الجلده اللي هو اللي يهمنا. فين دايور نحكيو عليه جست شويه على خاطر لابروش معناها من بعد حتى بور لو تريتمون كي نفهموا علاش وكيفاش تتكون دونك شنو اللي نجمو نعملوه باش نقصوا منها ونحسنوها. دونك لو تيسيو اديبو هو الي اورغانيزي سو فورم دو معناها بوتيت شامبر في وسطهم لي سيلول اديبوسيتير الخلايا الشحميه. والخلايا الشحميه ماهوش موجودين هكاكا هما معناها هي سي لا بلو غراند ريزيرف انرجيتيك دو لورغانيزم معناها لو سوربلو دو نوتر اليمون le gras, le sucre, l'alcool, il est stocké sous forme de triglycérides fines, radicaux fibreux de la cellule adipeuse. Finalement, il y a des fonctions, en dehors du rôle énergétique, hormonal, famazeda, il y a cette une protection mécanique avec la couche sous-cutanée ou thermique aussi. Donc, il y a l'ouïch qui est maujouda. Bah, tu vois, il y a un dergel, ma femme, je parle, la chat, la disposition, elle varie. Il y a un dergel, les lobules, homas rares ou obliques par rapport à la surface cutanée. Donc, moi qui m'a indensé, lui, il est polyédrique ou perpendiculaire. Il protruse ou il désoie à la derme, donc il traque l'aspect de boursouflure cutanée. Mais est-ce que femme amour moyen indensé, il y a ou il y a un amour énergétique? Qui m'a dit que la cellulite, elle touche les femmes, quel que soit leur âge et le voisin de mais il y a un amour. معناها السيلوليت عندها اوقات هي معناها ديبوندون دو بلوزيور فاكتور اللي احنا اون بالي ديتاي كان تحب نجاوبك على سؤالك ولا نمشيو في الواحد. معناها كي نقولوا كيفاش تتكون السيلوليت وشنو الانواع نتاعها معناها فما لا سيلوليت هي 3 غران تيب معناها دو سيلوليت لا كوز لا ديبوز والفيبروز وهذوما الكلهم يل سويف معناها اون امبرينياسيون نتاع لا جينيتيك لي هرمون العوامل معناها لي فاكتور اليمونتير زيدا معناها السيركولاتوار تو سكي انسوفيزونس اي تو انسوفيزونس فينوس. دونك انا باش نجاوب على سؤالك انت قلت لي فماش شي اعمر في لي هرمون كي قلنا لامبرينياسيون هرمونال كل ما فما شونجمون تاع لي هرمون اي فلكتواسيون دي هرمون
فيمينين سورتو الاستروجين والبروجستيرون سي دي بيريود اللي تزيد فيهم لا ليبوديستروفي اللي هما قبل البوبرتي قبل المينوبوز في الحبيله في الرضاعه حتى وقت اللي معناها وقت اللي المراه تاخذ لا بيلول كونتراسيبتيف في الشهر الاولاني معناها تو سكي بيرتورب لي هرمون ويبدل معناها لو تو نتاعها ينجم سي اون اوكازيون باش بور ديفلوبي دو لا سيلوليت باهي. وكي نحكيو دكتور على جينيتيك دونك اللي يسمون يقول لك بالوراثه اذا كان عندنا سيلوليت في العيله سكو سيغتانمون حاطين باش يجيني سيلوليت نهار من نهارات والا لا هو الجينيتيك هي ما قلنا احنا سي اون ريبارتيسيون ما هي فارياسيون فيزيولوجيك تو ديبو دو لا غريس الجينيتيك شنو معناها وقت اللي نحكيو على جينيتيك علاش المراه معناها elle stocke dans la partie basse du corps, au niveau du ventre et des hanches. Et là, c'est génétique, c'est pour la préservation de l'espèce. C'est les réserves, qui m'ont dit, c'est des réserves énergétiques. Donc, quelles que soient les conditions de vie, les mouchtkounfé, halemra, wakt lahbila, wakt lalrda, anda qui fait ce djiba pour pouvoir enfanter normalement et allaiter normalement. Donc, c'est l'impact génétique. Les hormones kif-kif, femme à l'estrogène, elle est dite le dépôt de graisse. Femme à les hormones, le progestérone, elle termine la retention d'eau. Femme à le cortisol, c'est l'hormone de stress, elle est dite la retention ou elle agit aussi à la texture cutanée. Donc, l'élasticité de la peau. Et c'est vrai que vous, génétiquement, ou les hormones, hatta les hormones sont conditionnées par la génétique. L'insuffisant, l'état de nos vaisseaux aussi, il dépend de la génétique. Mais femme hajet izidou fihom manha ya tu hajet ykathro fel lwada li mach bihi w femme hajet najmo zada manha nhasnou fihom hatta kan huma génétiquement mawjoudin. D'ailleurs ana khalit fi bal enti sbaqt manha bach nmchi lek fel lakhir ana akhir haja bach nqoulha fi bali manha c'est un message huwa elli waqtach manha le tissu manha غراسيو ياخذ يولي هيبرplasique معناها ويكبر برشا سي في البيريود بين 7 و 11 سنه هو بالاول يكبر حتى الان ومن بعد يقعد لا كروسونس نتاعو لي رالنتي ومن بعد يعاود يعمل اون اكسبلوزيون في كل حاجه ديك بين 7 و 11 سنه دونك الوقت هذاك لازمنا نردوا بالنا برشا 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 باش ما نخليوهش معناها يسو ديفلوب برشا بور بريفنير جوستمون لا سيلوليت ولا الامراض الاخرين نجمو يصيروا الاج ادولت. انت قلت دكتوره فما ثلاثه انواع هذوما كيفاش فما تو ديبون دو معناها قداش عرق غرقهم كيفاش نجمو نحدوا الانواع هذوما. وقت اللي نحكيو على انت تحكي لي توا على الغرق نتاعهم الكل سا سي لي ستاد معناها ديفولوسيون دو لا سيلوليت. لا سيلوليت يا اما ما فماش والا مش ما فماش معناها ما نشوفوهاش الا لما نقرصوا البو معناها جلده بين زوج صوابع دونك باش نشوفوا هيك لاسبي هذاك والا تولي نتعداو لستاد 2 وقت اللي اون بوزيسيون دوبو يبداو ظاهرين لا بو دورانج الي ايفيدونت معناها كان في البوزيسيون دوبو مي بوزيسيون الونجي تتنحى ستاد 3 كيلكو سوا لا بوزيسيون يبداو ظاهرين ونجمو نحكيو حتى على ان ستاد 4 وقت اللي لا فيبروز الي افونسي اي لي بورلي سان معناها سي يوليو ماكرو نودولير دونك يوليو ظاهرين بالكدا بالكدا تحت الجلده مي وقت اللي نحكيو على الانواع نتاع السيلوليت دونك فينالمون انا بريزونتي بلوزيور زيليمون باش نسهلوا اكثر توا واضح الواحد نتاعهم. باش نحكيو جوست تو سويت على الانواع. تجبد معاها لي توكسين وتصير اللي نحكيو عليها لا سيلوليت اكوز. لهنا لو رول دي هرمون معناها il est impliqué dans cette surtout l'insuffisance veineuse معناها le rôle des hormones فما l'insuffisance veineuse اللي هو الضعف نتاع الحركه الفينوز اي لانفاتيك l'alimentation زاده تدخل بالوقت اللي تبدا avec excess de sel معناها لعبت ديك الملح برشا الحركه وقت اللي تبدا ناقصه فما بعض الادويه زاد اللي نجموا يعملوا يفافوريز الروتونسيون هيدروسودي هذايا والنوع الاخرين اللي هو لا سيلوليت فيبروس اللي هو سي اون كونسيكونس دي دو بروميير وتجم تقول سي لو ستاد
ايفولوي نتاع لا سيلوليت، معناها تتشحم بالكدا ولا لا كومبريسيون دي فيسو تصير، دونك يولي حتى اون بارل توا لي ديسكريبسيون نوفيل نحكيو على غليكاسيون دي بروتيين دو كولاجين، معناها لو كولاجين بيدو دو لا بو سو ليفي دي سكر باش يولي غليكي كاراميليزي، دونك معناها سيت ان ستاد تري ايفولوي دو لا فيبروز. وساعات ينجم حتى يستحق انه ندخلو دو فاسون انفازيف باش نقصو هيك لي بون فيبرو هذو كوم تري دور اي تري فيزيبل، معناها ينجمو حتى يكونوا يوجعوا. باهي دونك كملنا الانواع توا هاجر، اي نحب نرجعوا على لي ستاد دو لا سيلوليت. باش دونك قلنا هذوما الوقت اللي نحكيو على ستاد الاولاني بلوتو سي دو لا روتونسيون دو، معناها لي زاديبوسيت بدا ماهمش كبار برشا. ستاد دو معناها لا بو دورانج سبونتاني ان بوزيسيون دو بو، معناها لا سي لي زاديبوسيت كي اوغمونت دو فوليوم كيما قلنا يوصلوا حتى 50 مره و 100 مره الحجم الطبيعي نتاعهم. الستاد 3 وقت اللي سي لا فيبروز معناها اديبوسيتير، دونك لهنا كيل كو سوا البوزيسيون واقفين قاعدين ظاهرين البو دورانج بالكدا. الستاد الاخراني ستاد 4 سي ماكرونوديول ديبوسيتير، معناها يبداو مكرشين، سي اون ليبوسكليروز ديفوز، معناها لهنا ما عادش نراوهم ويلزمنا ناثروا عليهم، على خاطر لهنا ينجموا يكونوا زاد عندهم يخبيوا وراهم معناها دوتر جين اللي يلزمنا نقضيوا عليهم. به قلنا قبيله لا جينيتيك، معناها هذوما لا كونستيتيسيون معناها دو لا سيلوليت والكل هي راجعه. قلنا اول حاجه سي لا جينيتيك، معناها فما نسي كيل كو سوا لو مود اليمونتير نتاعهم يعملوا معناها ما ياكلوش بالكل وعندهم برشا سيلوليت، ولا ياكلوا برشا حاجات هكا وما يعملوش سيلوليت، دونك سي العكس بالعكس. ساس كيما قلنا سي ان هيريتاج جينيتيك، سي اون ريبارتيسيون كي بارتيكولييغ ا سيغتان بيرسون، معناها وين فما لو ديبو سورتو او نيفو دي انش قلنا والفونتر الكويس الكرش لافخاذ في الاسفل الذراع، معناها هذوك. وزيد لا بريديسبوزيسيون جينيتيك انفلو على لي هرمون نتاعنا اي سور لا كاليتي دو لا سيركولاسيون سانغين اي لانفاتيك، معناها هذوما حاجات معناها فيهم موروث معناها لاباس بيه. العامل الثاني اللي هو معناها اي سون با سيباري، احنا هذا الكل معناها ان اتر هومان سي لانفلونس دو تو سكي سباس معناها دون سون كور، ماهوش حاجه واحده. فوالا اكزاكتومون. العامل لي هرمون هما سكي اكسبليك لا ديفيرونس زيد انتر هوم اي فام، علاش سيلوليت 90% عند النساء وشويه بالكل عند الرجال، على خاطر لي هرمون فيمينين يل فافوريز لا سيلوليت لو ديبو دو غريس، الوغ كو لي هرمون ماسكولين نوتامون لا تيستوستيرون هي ضد الديبو دو غريس وبالعكس هي بور لا لو ديفلوبمون دو لا مسكولاتور. ولهنا باش ندخلوا في حاجات مش سيلوليت، معناها باش نوليو نحكيو على لا غريس بروفوند معناها اللي هي انترا ابدومينال اللي هي باش تكون اكثر عند الرجال بور دوتر فاكتور اوسي. نحكيو على لا بروجستيرون كيف كيف اللي ما قلنا قبيله اللي هي تحفز التدفق معناها لا روتونسيون دو، لورمون دو ستريس معناها توا الناس الكل اي حاجه تقول لك ستريس، سي فغي كو لو ستريس شنو هو لو ستريس؟ فما اون هرمون اللي هي لو كورتيزول اللي يعمل برشا مشاكل، دونك قد ما فما ستريس قد ما فما هالامباكت نتاع لو كورتيزول هذايا على البدن. notamment pour le cas نتاعنا نتاع اليوم نتاع السيلوليت، دونك هو il exagère معناها la cellulite aqueuse وزيد يهلك la qualité de la peau. وقت اللي la peau زيد وقت اللي نشوفوا قبيله سالتني quel que soit العمر، فما عمر معناها العمر الصغير مش كيما العمر الكبير، خاطر وقت اللي la peau تتبدل و elle perd en élasticité معناها و elle s'atrophise زاد تجويد دو لا بو، دونك يولي اي حاجه تحتها تولي تظهر، العروق يظهروا المشاكل معناها اللي تحت الجلد ما يظهروا، معناها هذوما الكل يستكزاجير افيك لاج افيك لا بير جوستومون دو سيت كاليتي دو بو. لي هرمون نكمل لازمني نقولهم، فما لي هرمون تيرويديان معناها الغده معناها هذه تاثر برشا، الانسولين كيف كيف معناها بور لو ديبو دو غريس، بعد هذوما معناها اللي لازمنا مش نتفقدوهم مي نكونوا فيجيلون عليهم، معناها اللي وقت اللي واحد يتقلق ما عادش يولي كان لاسبي استيتيك، احنا قلنا من السيلوليت هي سي تو تورن اوتور دو لاستيتيك دو كوتاني، مي ساعات فما حاجات لازمنا نمشيو نفركسوهم، معناها معناها نوتامون اون بريز ان شارج هرمونال اون بريز ان شارج فاسكولير
البريز ان شارج نوتريسيونيل، فهمت؟ يلزمنا نحكيو فيها. مشينا للفاسكولير، مش نكمل جوست بهذيا، نخاطيك الكلمه دونك باش نكمل بالفاسكولير، معناها اللي هو لانسوفيزونس فينوز اي لانفاتيك، qui sont des causes très fréquentes de la cellulite, ou vous ils sont aggravés par le manque d'exercice, par la station debout prolongée, enfin ma barre les professions les chalis ou le manéha yardou قاعد برشا ou la ويقف برشا معناها ويبيتين قول كده نمشي هو مش يمشي معناها البيتين ماهوش c'est pas la marche ça وهذا شنو اللي يعمل il favorise معناها la stase. Femme à Zeda Srana, il y a des environnements très, très chauds aussi. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres pathologies responsables de troubles de retour veineux, qui sont les maladies cardiaques, hépatiques, voilà, le rénal aussi. Donc, c'est très important de faire suivre, de se faire suivre et de faire les bilans nécessaires. Moi, je suis une fille, je suis une fille, où j'agis à le facteur qui favorise cette gêne, ou bien je vais aller tout à l'heure à l'autre chose, qui est l'environnement et les habitudes de vie. دونك خليته للاخر على خاطر هذه الحاجه اللي في يدنا نجموا ناثروا عليها وحدنا من كل واحد من بلاصتو اللي هو مثلا لا سيدونتاريتي العباد اللي ما تمشيش وما تتحركش قله الحركه الكل من ناحيه لو مانك ديكزيرسيس يفافوريز لو ستوكاج نتاع الغريس معناها ما يتحركوش برشا ما يتحركوش برشا ما يتحركوش حتى معناها كل شيء نقول لك انا ما نجمش نمشي كل شيء بالكهرباء نطلع بالاسانسور معناها ما عنديش وقت نعمل سبور مي ما تعملش سبور مي زدت نجم تمشي تحط الكهرباء بعيد شويه تمشي شويه على ساقيك تعمل كيلكو كورس معناها ابيي دونك هذا قلنا قله الحركه معناها الفافوريز لو ستوكاج دي غريس بار مانك دو ديبونس انرجيتيك خاطر معناها ما فماش حرقان والحاجه الاخرى زيد على خاطر الى غراف لي تروبل سيركولاتوار معناها ما يعاونش الدم باش يمشي خاطر نعرفوا اللي مثلا لا بومب musculaire du mollet, il y a une wahda li terja addam lel qalb, معناها le retour veineux. Donc le machi, اذا كان فما un message يلزمنا نعديوه قبل كل شيء هو المشي. كل واحد وريتم نتاعو وقتاش ينجم كيفاش ينجم كل يوم نهار بعد نهار ساعه ساعه غير ربع نص ساعه مي il faut que ça fasse partie d'une routine. معناها قبل من لا روتين المشي ومعها لا روتين اليمونتير معناها لي غريس ساتوري لو سوك كيما قلنا قبيله كل شيء يتخزن في الخليه الدهنيه سو لانفلونس دو لانسولين دونك لازمنا نشوست مش باش نحكيو على اون ابروش نتاع ريجيم مي يلزمني نعرف شنو ناكل نصلحو ماكلتنا فوالا شنو اللي ناكلو وقتاش ناكلو وكيفاش ناكلو معناها هذايا كيف هذايا هو مش تو تي بيرمي ومن غير نظام علاش قلنا دونك لا روتين اي ليكزارسيس باهي بعد ما حكينا هذوما الكل لازموا فينا تو سيغتو نسيو متعذبين بالحكايه هذايا تقول لك اسكو تتنحى والا لا سو اذا كانت تنحى تنجم تعاود ترجع والا لا كيفاش نجموا نجاوبوهم في النقطه هذه باهي احنا قلنا قبيله السيلوليت فيها بلوزيور ستات اول حاجه باش نبدا بها خاطر ديما احنا مزروبين نحبوا نشوفوا اي والريزولتا كيف انه الريزولتا لازم نعرف اللي كيما عندنا كاتر ستات كيما ليفولوسيون باش تكون دان ستات معناها فير لو ستات دام معناها اذا كاني انا ستات 4 نجم جو بو اجير باش نولي ستات 3 من بعد نكمل شويه باش نمشي ستاد 2 من بعد نكمل شويه باش نولي ستاد 1 معناها سا فا با اتر غومي d'une autre façon معناها في نهار هذه بالنسبه للتريتمون وفما برشا حاجات نجمو نعملوهم اللي ينقصوا علاش قلت لك معناها نقصوا في الحده نتاعهم حتى كش اللي يتنحوا بالوقت معناها ينقصوا على الاخر انا قلت لك معناها لا بريز ان شارج هي حاجتين لا روتين اي ليكزيرسيس وقت اللي انت قلت حاجه مهمه قلت لي اسكو ما تعاودش ترجع احنا قلنا لي فاكتور كي فافوريز لا سيلوليت اذا كان لي فاكتور يقعدوا هما موجودين دونك انا اليوم ننقص باللي ثيرابوتيك ولا لي تكنولوجي نوفيل كو سوسوا الفروا الشو معناها انا اون ملتيتود معناها دو بوسيبيليتي افير واذا كان جو ناجي با سور لا كوزاليتي دونك سي سور كم بعد باش ترجع لا سيلوليت هذيك علاش سي اون بريز ان شارج جلوبال تحسن و اون ميم طون معناها تحس تصلح التيران
باش الريزلتا اللي تخلط له تخلط له وتخليه دون لا ديوري معناها. وانا اللي نحكي فيه راهو ماهوش معناها بور موا الهاجس ماهوش كان استيتيك خاطر سا سا معناها سا ريبركوت على لا كاليتي دو لا في. وقت اللي فما مشكله غدوه معناها ما عادش تتحرك الحركه فما برشا حاجات تشد شي بعضها معناها يلفو كو لو برومي مادام فما حاجه مقلقتنا لازمنا نتلهاو بها في الجوانب نتاعها الكل باش بور افوار اون ميور كاليتي دو في اون ميور سانتي. باهي يعطيك الصحه دكتوره. كان عندك حاجه تحب تضيفها تفضل. تحب نحكيو شويه على لي معناها لي تريتمون بوسيبل بالنسبه للسيلوليت وكل. بعد تليفونات. Voilà, donc بالنسبة للرééquilibrage alimentaire, donc avoir les bons réflexes, اللي هما pour avoir les nutriments, mais لازمش واحد يكون كارونسي. معناها لي كارونس هما لي كارونس ينجموا يعملوا برشا مشاكل وهما بيدهم يخلطونا للسيلوليت. ليدغاتاسيون لازمها تكون سوفيزانت. جانسيست على الماء على خاطر لا ديزيدغاتاسيون هي تعمل روتونسيون دو. يعني يقول لك انا عندي روتونسيون نشرب الماء. قد ما تعمل روتونسيون قد ما انت ناقص ماء. معناها يلفو رونوفلي ساتو معناها اي بو ادريني لي توكسين اي معناها فاسيليتي تو سيت اكزارسيس. دونك لازمنا ايترتين زوز ايترات ونص في النهار. وجانسيست برشا بربي على الماء ومن بعد خذوا واش تحبوا. يا بوكو دو درينور معناها كي سا يعاونوا كل شيء، مي راهو لاباس سي الماء على خاطر الماء ما يعملش حتى سايد افكت معناها. والحاجه الاخرى الى توجور ديسبونيبل، ما تنجمش اليوم ما عندكش انت. الماء ديما موجود، دونك يلفو كي سو ريفلكس او. الحاجه الثانيه الاكتيفيتي فيزيك معناها يلزم نشوفوها مش كانها باش نضعفنا. قبل معناها يفوك سا فاس بارتي دو نوتر هيجين دو في على خاطر نوتر ايتا معناها ليتا سيركولاتوار نتاعنا ديبون دو سا. لازمنا نحسنوا لا بومب موسكولير دونك لازمنا نمشي. الحاجه الثالثه بيان دورمير. علاش كيما قلنا لورمون دو ستريس معناها اللي تعمل برشا مشاكل اذا كان واحد ما يرقدش مش تولي هي اللي كي بخون لو دوسو. فوالا يعطيك الصحة. الحاجة معناها قلنا سي اون بريز ان شارج ملتي ديسيبلينير معناها هرمونال فاسكولير نوتريسيونيل. ساعات حتى معناها فما مشاكل على سطح الجلد يكونوا اوتر كو لا سيلوليت معناها من الماسيراسيون ولا من لي بليكوتاني وكل شيء. ومن بعد يجي الدور نتاع لي تكنولوجي اللي هما ديسبونيبل يعاونوا باش نقصوا في السيلوليت. لي تكنيك دو ليبوليز اللي باش يذوبوا لنا الشحم. لي تكنيك اللي باش يفون دريني لا روتونسيون دو. فما لي تكنيك يفون بوستي لو كولاجين باش نعوض هيك الكولاجين اللي غليكي هذيك وباش نحفز معناها نوع جديد نتاع كولاجين ونحسن في الكاليتي دو لابو. دونك لي تكنولوجي هما باش ما عادش فما وقت دونك باش اللي يقول لي دونك فما الفخوا كيما خاطر يعرفوهم هذوما هما ديما موجودين. مي يلزمنا نعرف اليوم الى جيس يلزم على ثلاثه حوايج هذوما معناها فما اللي جوست يكسر مثلا بالفخوا لا كريوليبوليس باغ اكزومبل باش تنحي على لي بورلي بيان معناها لوكاليزي معناها تمشي نجمو نستعملوها في الكولوت دو شفال في لي بواني دامور وتسو دي جونو في الدوبل مونتان في الاسفل في الظهر معناها تحت البلي دو سوتيان هذوك معناها. وفما لي تكنيك او شو اللي هما يلزم اون مانتيان اون سارتين تمبيراتور بور ديكلونشي سيت ليبوليز. مي هذوما الكل معناها كي نقولوا لازم التمبيراتور تهبط ولا لازم التمبيراتور تطلع بوندون ان سارتان مومون بور بوفوار معناها اجير. Ou c'est dans la durée, mais c'est une séance ou deux séances, mais il y a plusieurs séances. Voilà. Ou le haja li fiha, la chaleur dit ma femme tahfiz chouaya mta elle améliore manière la qualité de la peau. Femme les ondes électromagnétiques qui réduisent les amas de graisse localisée ou améliorent la texture cutanée. Les champs magnétiques et pressothérapie conjuguée, femme et hédouma, majoudine, hatta pour la graisse viscérale. Les infrarouges lents
Ils sont, manier, ils ont de bons résultats manier, pour la lipolyse et le drainage des toxines. Les lasers froids diodes qui hassent la qualité de la peau. Les ultrasons focalisés pour affiner le corps. La mésothérapie, lipolytique ou la drainante. Ou femme les chirurgicales qui ont la liposuction chirurgicale efficace sur les gros volumes de graisse profonde. On a recours à ça. Voilà qui m'a dit pour carrément agir sur les pans fibreux. يعطيك صحة دكتورة عايشك الله يخليك على التوضيحات هذه كل عام نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو السيلوليت مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحناشي تستنى في مكالمتكم 31 380 ألف. إي إف إم أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من منوبة. معنا رشا. مرحبا بك رشا. مع السلامة. مع السلامة. مرحبا تفضل. برب نحب نسأل دكتورة. أي تسمع فيك تفضل. مرحبا رشا. وبيك عايشك مرحبا بيك. انا عندي الترجي ضعفت ولا عندي سيلولايت ما نعرفش. انا توا في الاستاد خاطر عندي تويكه 7 شهور من اللي ترجي مي في بي. ما نعرفش اسكو حالتي جراف يعني ولا ما نعرفش. انا توا في الاستاد سبنس اسكو فما حل والا لا. هو بصا اول حاجه باش نطمنك ديجا اللي هي ماهي ما تنجمش تكون غراف مادام انت توا معناها عملت ريجيم وضعفت وكل شيء. السيلوليت بون الاستاد حكينا عليهم كيفاش هي اسكو معناها ديما ظاهره ولا وقت اللي انت تقرص الجلده. مي انا يظهر لي مادام انت ضعفت برشا قد نقصت في الوزن. انا عملت ريجيم على مراحل واربع سنين تالي كنت 98 وليت 87 تويكا 78 من فيفري بديت كنت في ريجيم 78 حد نوصل ل 62 ما نعرفش ماني عندك غلاشمون كوتاني ولا سيلوليت خاطرك لا اوكي سيلوليت معليش ولا عندي زوز ذاك البلايص الابيض وزرق ما نعرفش اسكو داخلين في البلايص هذوك معناها ينجموا معناها فما كيما الراديو فريكونس نجم تعاونك خاطر زاده يلزمك تحسن زاده لا كاليتي دو لابو جوستومون وقت اللي واحد يضعف ويضعف برشا في انا عندي معناها فوالا يلزم من معناها ينجموا يعاونوك ويحسنوا في لابارونس نتاعك بالكدا معناها يعني ما فهميش النتيجه النهائيه يقول لي عاونوا كهوا ما يرجعوا لا ما ي... لا ما ير... ان شاء الله ما يرجعوش اذا كان انت معناها ترد بالك في الماكله اذا كان ما تعاودش تسمن ديجا معناها اذا كان فوستابيليزي فوتر بوا من بعد نوليو نتلهيو بالمش معناها الحاجات اللي قاعدوا ظاهرين دونك باش كي نقول ينقصوا معناها يمشيوا يتحسنوا بالوقت معناها ماهوش في اسبوع ولا في شهر ما يتحسن وتمشي وتتحسن وتجي تتحسن اذا كان فو مانتوني لو ميم بوا معناها رشا يعطيك صحه دكتوره. نمشيو لتونس. معنا اميمه. مرحبا بك اميمه. مع السلامه. مرحبا تفضل اميمه. مرحبا يعيشك ميرسي دكتوره. حبيت نسالك ابخوفو سيليليت انا نسمع نضعف معناتها جيت في وحبيت نسأل على حاجة اسكو عندها دخل ولا اللي هي نقص سربان الماء. مرحبا أميمة. ننسي حتى في الصيف معناتها شوية وبرا ما نعطش اسكو ينجم يكون عنده إيفي معناتها على السيلوليت ولا؟ احنا قلنا قبيله اميمه اللي قد ما واحد ما يشربش الماء قد ما يعمل اون روتونسيون دو دونك انت الماء يلزم يكون يفي بارتي دو لا روتين نتاعك ونعطيك معناها تقول لي ما نعطشش اخذها كوم ان ريفليكس. الماء كي تقوم الصباح تشرب الماء قبل ما تخرج من الدار تشرب الماء كي تخلط لخدمتك تشرب الماء معناها يفودري كي ان ريتوال par rapport au changement d'activité, à chaque fois qu'on change d'activité, on se réhydrate. On ne boit pas l'eau, mais حاجه اخرى معناها نجمو نشربو حاجات اخرين واللي باهيين زيدا مي هذاك اللي لو بلو ديسپونيبل لو بلو سامبل اللي ا بروكسيميتي عندك في كل بلاصه اي لو ريفلكس او معناها انا نقولو il faut s'hydrater avant d'avoir soif et c'est très important معناها من بعد تشوف حتى روحك انت la qualité de la peau va changer d'elle-même rien que en buvant assez d'eau معناها quotidiennement. باهي عندك سؤال واحد اخر اميمه؟ جوست حبيت نعرف معناتها هو عنده معناتها افي نانسي حتى صغير عنده افي يعني على معناتها على السيلوليت انا يظهروا في البدن. اكزاكتومون عنده افي وافي كبير زاد على السيلوليت. نعيشك ميرسي دكتوره. ميرسي عايشك يعطيك الصحه وميمه الله يخليك. معنا رقيه بن عروس. مرحبا بك رقيه. عايشك عايشك دكتوره. انا كنت في الصدر نقص
رقية عاود لنا الجملة وكان عندك بارلور نحيه وسمعنا بالقدام التليفون الله يخليك شنو نسمعوك بالقدام عايشك تفضل ايش حد النقص باش نسأل اذا يعني كي نقص ميزان يعني عندي انا شوية سلبي كي زيدي يطلع اكثر ولا لا كي نقص باهي تاتو انا هي تحب تطيح في الميزان رقية انت نقصت 20 كيلو رقية عسلامة رقية عسلامة نجاة انت نقصت من 20 كيلو ولا تحب تنقصهم قاعدة نقص فيهم طويلة يعني انا سمح بالي زدت كل شيء نقصت 10 من 20 بقولي قاعدة نقص فيهم بأول حاجة نحب نعرفها في الحبال انت قلت لي قديش عمره الصغير متاعك الاخراني طويلة عمره عام ونص عام ونص باهي داكوغ دونك بعد كملت رضاعة بديت النقص انا على ذكر ما زلت ترضع؟ لا لا كملت شيء كملت باهي دونك انت تعمل في ريجيم وحدك؟ اي وحدي سبور ريجيم هكاك وحدي باهي داكوغ بون تعمل سبور باهي سبور من غير ما نحكيو على كيفاش وعلاش مي لو ريجيم راهو معناها يلزمنا اون دوا سفير اكونباني فما برشا ناس تنجم تعاونك على خاطر معناها لو ريجيم معناها لا شوز على لاكيل اون دوا اتر فيجيلون سي لي كارونس كو سا بو انتريني اي لي كارونس معناها النقص في لي نوتريمون اسانسييل اللي حاجتنا بهم بور نوتر ميتابوليزم يضرنا اكثر من اللي باش ينفعنا هالكيلوات اللي باش نحيوهم على خاطر راهو لا ريستريكسيون معناها اليمونتير اول حاجه باش تضيعها مش تضيع الموسكل هذيك اول حاجه اللي تذوب معناها لهنا باش تولي باش معناها ماكش باش تربح حاجه كبيره دو ان خاطر باش تعاود ترجعهم لي كيلو هذوكم بيردو دو دو فوز الي فو فير دو مال اي سور لو بلان استيتيك اي سور لو بلان فونكسيونيل دونك انا ننصحك معناها حاول اسي دو شانجي اون ابيتود ا لا فوا مي بور لو لون تيرم حاجه اون روتين بون روتين افوار ديما بلوتو كو تعمل ان ريجيم ولا حاجه بور اون بيريود صغيره ومن بعدك هاو كانه كمل الواحد الواجب نتاعو ومن بعد يرجع لحياته العاديه ووقتها وين يعاود يبدا بشويه بشويه خاطر فو سافوار لي بور ستابيليزي اون بير دو بوا راهو سي 9 موا راهو ماهوش شهر معناها كل كيلو انت باش تنحيه يلزمو يقعد منحي بوندون 9 موا سينو فو زالي ريبروندر يا اون بيريود دادابتاسيون اللي لو كور من بعد باش يعاود يرجع معناها يشيرش توجور سون ايكيليبر راهو لو كور باهي يعطيك الصحه دكتور عندك سؤال واحد اخر رقيه لا لا بارك الله فيك عايشك يعطيك الصحة الله يخليك رقية دكتور فما شكون يسأل فينا اسكو كي نحكيو على السيلوليت كيما نحكيو على الفيرجيتور والا كل حاجة مختلفة على بعض لي فيرجيتور هما سي ديفيرون لا سيلوليت كيما قلنا هي سي اون بورسوفلور معناها حاجة خارجة هكا دز وخارجة اون اسبي غوندولي ماتلاسي كيما الكنابي ماتلاسي معناها سي سا لو ماتلاساج اللي نحكيو عليه لي فيرجيتور هما سي دي سيكاتريس سي دي سيكاتريس ديرميك معناها بلانش وروج من الاول ومن بعد يوليو بلانش سي دي معناها نحكيو عليهم حتى بور لو تريتمون لي تريت كوم سيكاتريس مش كوم سيلوليت وي تنحاو خاطر ماك تعرف معذب حاجتين هذوما معذبين النساء فوالا هذوما انت والستاد نتاعهم كيما قلنا معناها يا با دو غوم ماجيك راهو كان فما لا غوم راهو نعطيوها للناس الكل ونعملوها نحيو بها كل شيء ديما فما اون اميليوراسيون معناها انت اليوم فين وباش نحاولوا نرجعوا بيك شويه للتا معناها اللي قبل وهذا الكل سا باس بار اون بون هيدراتاسيون معناها هذه سي الماست معناها باش يكون ومن بعد اونتروتونيغ سا بو معناها هي بيدها معناها تو باغ اكزومبل في وقت الحبيله وكل شيء بور بريفنير لي فيرجيتور نقولوا يفو هيدراتي وكل شيء خاطر قد ما تكون لا كاليتي نتاع البو احسن قد ما ال ريزيست احسن لك ليتيرمون وهذيك خاطر واش كيسكي في لا فيرجيتور لي فيرجيتور سي اون سيكاتريس على خاطر لا ديستونسيون نتاع لا بو هذيك ومن بعد يا با او ان مانتيان معناها ديدراتا مع بون هيدراتاسيون فما حتى لي هرمون ياثروا كل شيء دونك باش تقعد لنا من بعد اون سيكاتريس دونك قد ما يبدا لاسبي دو لا بو لا بو الي بيان نونتروتونو قد ما باش يكون لي فيرجيتور احسن حتى وهما موجودين معناها تويك باهي هما ديجا دكتوره لي فيرجيتور وسيلوليت يعانيو منهم برشا نسى في وقت الحبيله فما شكون تبدا ما عندها حتى شيء وقت اللي تحبل سي بون يطلعوا لها هذوم تقول لك هي باين كي باش نرتاح منهم ولا بلزوم نحسن منهم ولا على الاقل ينقصوا شويه اسكو على بعد كل غروسيس يلزمني نعمل التريتمون نتاعهم ولا نكمل لي غروسيس نتاعي الكل اللي نحب عليهم ومن بعد نبدا في التريتمون نتاعي باش ما نعاودش نرجع بالطويل ديما ترجع الحكايه هذه نتاع خلي ما حتى بور
معناها بور لو ريجيم راح يقول لي اسمع خلي باش نبدا في سبتمبر خلي باش نبدا في الغونتري خلي كيما لهنا معناها اسكو نكمل الحبيله ما فماش خلي لمبعد فما اونتروتونير اي اميليوري اون سيتواسيون اكتويل ومن بعد نشوف شنو نجمو نعملو من بعد باش نزيدو نحسنو كيما قلت لك في الحبيله والكل انا معناها يفو ايدغاتي سا بو باش ما تعملش لي فيرجيتور ولا باش ما يقعدوا انت باش تعمل يعني بور كو معناها لاسبي تعاون وتنقص من الحده نتاعها يلزمك فو بريفني كيما نعاودوا نرجعوا لاول حاجه بدينا فيها اللي هي كنا باش نختموا بها كيفاش معناها فما عمر الصغار اللي لازم وقتها وين نحطوا لي بون ريفلكس باش ما تصير ليش عندنا سمنه من بعد والا سيلوليت من بعد وكل شيء دونك كيف كيف لي فيرجيتور il faut prévenir pour qu'il y ait pas ces vergetures qui sont c'est d'ailleurs faut dire les معناها شويه difficile pour qu'elle soit معناها carrément enlevée. باهي يعطيك الصحه دكتوره كان عندك حاجه تحب تضيفها احنا براتيكمون وصلنا لاخر ليميسيون. باهي دونك الكلمه الاخرى حبيت نقول اللي تو باس بار لا بون هيدراتاسيون معناها اذا كان هذوما لي ميساج كلي باش نخرجوا بهم هي فريمون لا بون هيدراتاسيون برشا 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 ماء لو ريكيليبراج اليمونتير ماهوش الريجيم. Ça ne veut pas dire être en régime tout le temps, mais surveiller ce qu'on mange. Il faut être vigilant par rapport à son assiette. Il faut être donc finalement, ma n'a hatta fikra ala la quantité li khdita wala chno li khdit. Donc lehna ça prédispose aux carences. Waqt li enti tawa ji'at, c'est que enti le repas li khdito qbel ma kanch fi mouch la quantité quelle que soit. Alors c'est les nutriments, les bons nutriments essentiels, li houma les bonnes graisses, les protéines, les fruits et légumes. Maniha li bach yatiouna le carburant li hachatna bi. Mouch des sucres raffinés ou voilà, le khobz. On a nafs el adat ou le régime méditerranéen ou quelque chose. Le khobz, il fait partie de notre alimentation. OK, mais ils نعرفوا اللي هو il fait partie de l'assiette, ماهوش وحده. معناها وقت اللي احنا الفطور نتاعنا فيه دي سيريال ولا فيه دي بات ولا فيه دوري والكل مش معاهم هما نزيدوا ناخذوا الخبز معناها سي ان اكيليبر ا سيرفيي معناها كيسك اون مانج وقتاش وكيفاش زيد معناها فما اوقات زيد باش نحكيو على حاجات اخرين بور لي زابيتود دو في معناها كي ديبونس بور فافوريزي لي ديبونس انرجيتيك ايفيتي لا سيدونتاريتي ou s'accompagner manéha pour un bien-être mental et physique manéha pour la pérennité de ce résultat. La dernière chose que j'ai envie de dire qu'abila je n'aoudouha elle est manéha c'est une petite parenthèse par rapport au nombre d'adipocytes qui se développent jusqu'à l'âge de 1 an ou بعد la croissance entière manéha presque elle est au ralenti pour exploser à nouveau entre 7 et 11 ans. Donc c'est là où se produit la modification des dépôts graisseux donc selon le sexe manéha surtout and le bnet. Donc c'est la période au cours de laquelle on doit être vigilant pour ne pas manéha favoriser cette prédisposition à l'hyperplasie manéha pour qu'elle ne développe pas la cellulite plus tard. Merci. Aïcha gatik saha la khalik juste pour نكمل نشدك بحذيه شويه خاطر ناخذ بخاطر نزيها بكري هي تستنى دونك مادام عندنا وقت اي مادام عندنا وقت ناخذوك نزيها مرحبا بك نزيها تفضل. عسلامة هاجر ورحب بالدكتورة وربي يبارك لك في صحتك انت وياها وياخو خاطرك عايشة 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 انا عملت مرتين سيزاريان ولدت سيزاريان اللي قلقني شوية في كرشي حتى كي هكا نتهز شوية في الصحة يخرج لي الفتق وحدي هالنهارين ما عادش باش نشاور الدكتورة ثم يلاندرا نذكر الاسم ولا لا ثم كاسيرول وريني فيه الدرزة والخل نتاع نوع من الغلة خذيته الحقيقة فما نتيجة مع أنا نعمل في ريجيم سمعتها كانت تحكي لك الريجيم علمي عندي ولدي يدل فيا ماما هكا وهكا فهمتني ما عنديش قلق لا في نفس لا نحس روحي على أنا راهو في 59 داخلة في 60 سنة ما شاء الله حسيتها عايش بنتي حسيتها أنها بدات تذوب شوية من هكا النوع نتاع السيروك يوريو فيه في التلفزة وعامل ريجيم اللي بالايقاظ وقايه ونمو وطاقه شنو يحتاج بدني ولدي يدلني وانا نتبع فيه نواصل ولا لا باهي وعلى فكره انا في ثلاثة ايام نقص بالكدا وفي ثلاثة ايام نسمع شنو نوع الجلد نتاعي مانيش فاهمه
فهمتك. لكن انت تسمن في 3 ايام وتضعف في 3 ايام، سا سي لا سي لا سيلوليت اكوز، معناها سا سي ان سين دو لا روتونسيون دو اللي بون هذاك علاش الخل اللي تاخذ فيه ينجم يعاونك، معناها ماهيش حاجه خايبه تنجم تعملها. مي باغ كونتخ ما تنساش الماء، انا اش قلت قبيله، معناها اخذوا ايش تحبوا، الحاجات اللي تراوهم لو تي فيغ بو ايدي، الاناناس باهي، برشا حاجات باهيين ينجموا يعاونوا، سي دي بون درينور، مي الاصل والاساس هو الماء. ومن بعد خذ الحاجه اللي تحسها بدنك عاونتك، ما يسالش انت بون انت ماكش وحدك توا، معناها فات اكومباني بور فوتر فيس، ما نعرفش شنو اللي يعمل، دونك سي سي بون، دونك بون كوراج نزيها. يعطيك الصحه نزيها، يعطيك الصحه دكتوره، بارك الله فيك، الله يخليك. دونك تبعتنا الدكتوره ايناس بلاقي عنابي، طبيبه مختصه في طب التجميل.